السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون بمنطقه الكراده، راح نشوف استعدادات الناس بما انه مقبلين بهذه الايام المباركه، مقبلين على شهر رمضان المبارك، فراح نشوف الناس واستعدادات الاهالي وايضا اصحاب المحلات، باعتبار انه اليوم اغلب المحلات بدات تسوق الاشياء اللي مطلوبه بشهر رمضان، لا سيما المواد الغذائيه او بقيه المواد اللي موجوده. فنشوف الناس ونتعرف عليهم. حجينا السلام عليكم. حبيبي الله يسلمك. شلون اخبارك؟ انا سلام. تعال انزل، تعال. شلون الله يعزك. شلون استعداداتكم بشهر رمضان؟ والله هو شهر الطاعه والغفران. أي. رمضان حلو. رمضان حلو. اي رمضان حلو. شنو اكثر شيء مشتاق له بهاي الفتره؟ والله مشتاق يعني الشغل. لا برمضان برمضان. برمضان أي. الفطور هو اهم شيء. اهم شيء بالفطور شنو؟ لبن وتمر مو؟ اي لبن وتمر. اي والعالم صايمه انت مرتاحه. سمك الدجاج. سمك اي ودجاج بعد البرياني أي. كل شيء اكو. زين. اي. جهزت هسه البيت؟ جهزت الثلاجه ترى استنوا بعدها. لا والله الامور تعبانه. اي والله الامور تعبانه. اي والله. والله قاعد ساكت. شنو شغلك انت؟ والله اشتغل بمكتب مال موسيقى. اعراس وكذا؟ اي. مو بدات تنقرض هاي الاشياء؟ لا ماكو، انا بالكراده ما عاد منقرض. يعني شلون؟ ما مفتوحه، عالم تتزوج، عالم خطوبه. هسه يطهروه مثلا؟ يطهروه، التخرجات، الزفات، الاعراس، خير من الله شغل اكو. اكو شغل بس مو ذاك شغل قوي، يعني قوي يعني زين. بدت تنقرض هي. اي انا بس بالكراده تعبانه، يعني ماكو شغل قوي. هسه منو ينافسك بالكراده بس انت؟ هذا واحد قبالي بالمرور، راتب عنده مال المرور وعد خير من الله بيت ملوك، وانا قاعد هنا حديقه لا عدي ولا ابد. وعنده محل مال موسيقى. وعنده محل مال موسيقى. مزاحمك على شغل؟ اي فاكعين علي. ما تعينت لعد ما انا مش اتعين، الرجال الفقير ما يتعينوه. انت فقير؟ اي الفقير ما يعينوه. فقير. والله شنو معنى الفقير او تفسير الفقير؟ الفقير نمار. الفقير حبيب الله، الفقير شوف لا يعني ما عنده ظهر، اي ما عنده، اي ما عنده، ما عنده. هسه مثلا هذا بالمرور راتب عنده باوع فاك عينه علي، يعني انت يمي هسه اللي سمع يقول انت باك عينك عليه. اي لا مو فاك عينه، لا هو رزق على الله. رزق على الله يعني. رزق على الله بس اكو بشر هسه مثلا تجي انت يمي، ها ايش عنده جاي يمك؟ لازم اكو شغله، لازم اكو شيء. ايش سالفتك بكيسه؟ تعرف شلون؟ ايه؟ بالدليل انه قبل لا اصور وياك بس وقفت يمك جوك. ايه يعني رجلي قبر علي. رجلي قبر علي. صرنا مبقيني بعد هنا يومين. راح اخليك يمي بعد يومين. زين زين. شنو مناشدتك اللي ردت تحكيها بخصوص الرعايه؟ ايش بها الرعايه؟ انت ما متعين؟ لا والله لا تعين، لا سابقا، وعند اخويا شهيد ما مال اي والله محل مال ارهاب. صار احكي لي بالضبط على موضوع الرعايه، المسؤولين اللي جاي يتابعون. جاي يسمعون صوتك. والله قدمت على الرعايه شو، لا طلع لي راتب، لا طلع لي ما ادري شنو، هاي مال عاطي عن العمل، سويت معامله زين، ويوم ويا اروح للرعايه رحت هناك الوزاره مالتهم كل شيء ماكو، رجعت هنا كل شيء ماكو، اخر شيء ملت روحي قلت خل روح بعد ما حتى ما اريد بس اصبر يعني كل شيء ماكو خل نوضح ماكو. يقول لك وين مشيت؟ وين وقفت المعامله؟ شنو اللي صار؟ شنو الاجراءات؟ ماكو يعني معامله، هي من صارت هاي مال قالوا هذول عاطي عن العمل يسوون معاملات يقدمون على الانترنت. على الانترنت كل شيء ماكو، كل شيء ماكو عندي، هاي كل شيء عندي كامل. اي وين الرقم؟ هاي حتى مصوره هنا بالتليفون. وما اللي وياك استلموا؟ كلهم استلموا بس انا يعني الوحيد ما ادري من المغضوب عليهم والله ما ادري. لا ماكو واحد مغضوب عليهم، اليوم الدوله ما شاء الله جاده بهذا الموضوع. والله ماكو، والناس جاي تتابع وتشوف. بس اريد اعرف انه انت وين وقفت معاملتك، او انطينا اسمك الكامل. ايش اعطيك اسمي واعطيك والله وين حتى ولا انا اسعوف اسالفتك طويله. لا ما بس اطلع لك صوره مالتها مال المعامله. عندك ساعه حج راح نكمل اللقاء وانت ما تطلع الصوره. لا دزيت انا دزيت. انطيني اسمك ثلاثي. حيدر عبد العزيز شعلان. ايه قدمت على الرعايه. على الرعايه. حيدر. حيدر عبد العزيز شعلان. عبد الهادي. شعلان. شعلان. ايه تمام. ان شاء الله صوتك واصل. الله يسلمك. والمعنيين اكيد ما يقصرون بهذا الموضوع، خصوصا انه وزاره الرعايه الاجتماعيه، عفوا الرعايه الاجتماعيه بهاي الفتره انه دا تعمل وبجهود حثيثه بخصوص وبقضيه انه اللي مقدمين على الرعايه، فبالتالي انه صوتك واصل. الله يسلمك. زين. ان شاء الله ان شاء الله التوفيق، انا اتمنى التوفيق. شلون شغلك؟ والله. والله شنو هسه شوي شوي لا 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 شنو لا والله رزق على الله. رزق على الله. ايش تشتغل انت وين محمد؟ اي هم موسيقى وكذا. انتم هسه بشهر رمضان راح تاخذون راحتكم ان شاء الله، وبمحرم ماخذين راحتكم. اي يعني بالسنه تقريبا 10 اشهر تشتغلون. اي هيك شيء. ها
وهاي الشهرين شلون طلعون ايجارها؟ شو يسوي؟ الله كريم، الله موجود. رعاية عندك؟ لا ما عندي رعاية. انت ما عندك؟ اي ما عندي. شنو العراقيين راح تثبتون والله العظيم، لا رعاية لا تعيمات لا شغل، انتم من عايشين اصلا؟ انا عندي ابوي، انا ابوي مفقود من 2005. منو؟ ابوي والدي مفقود من 2005 لحد هذا يومك. وما ماكو اثر. يعني المؤسسات المعنيه؟ ماكو. ما راجعت؟ لا هو طلعناه. ايه؟ طلبوا فديه من يمنه. متوفي؟ ها؟ ما ندري بيه، عاد الميت ما ندري بيه. من 2000؟ ايه طلعنا فديه. طلعوه ولا اسبوع عمل خطف خطفه ثانيه. وبعد ما رجع. واليوم؟ واليوم. من 2005؟ من 2005 لحد هذا يومك. زين وين الخطف؟ الخطف باب شرجي. باب الشرجي. زين اللي خطفوه المختطفين لاول مره يصير هم رجعوا خطفوه ثاني مره؟ والله بعد ما وين توصلتوا بالحل يعني انه ما هو على اساس دفعنا الفديه قالوا بعد هاي هي انت بطريق وانا بطريق اخذوا الفلوس ما عدت ولا اسبوع تقريبا اسبوعين خطف خطفه ثانيه. كان تاجر هو؟ ها؟ كان تاجر؟ لا رجال يعني عادي. رجال عادي يعني مو مثلا على اموال لو كان لا 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 هيك اي هيك زين ما صار اي حل بهذا الموضوع ماكو من 2005 لهذا يومك. الله يكون بعونك تاج راس اخوي وان شاء الله يفرج عنه. الله يفرج عن والدك ان شاء الله متوفى الله يرحمه ان شاء الله وذا حي ان شاء الله الله يفرج عنه تاج راس اخوي وربي يسعدك ان شاء الله تاج راس اخوي زين بعد بالتوفيق ان شاء الله رحم الله عليك كرام متواصلين وياكم وشوفوا التجهيزات اللي موجوده ما شاء الله. احنا لو ننزل هسه نشوف الناس هاي الادوات اللي موجوده هنا مال شهر رمضان الاكسسوارات المنزليه وغيرها. تواصلنا وياكم وخلينا نشوف اصحاب المحلات اليوم شنو جهزوا والعوائل شنو بدت تقتني لمنازلها. خليكم صالح شلونك حبيبي؟ هلا بيك اخوي. يقول رمضان مبارك بما انه ما باقي ان شاء الله ايام ونستقبل هذا الشهر إن شاء الله الكريم إن شاء الله. وانت تبيع هاي الاشياء اللي موجوده اللي تخص الطقوس الرمضانيه. اريد اعرف انه اليوم مش وقت بديت تتسوق والناس مش وقت بدات تاخذ هاي الاكسسوارات دي؟ والله بالنسبه للمسواق احنا مسواقنا يعني يصير قبل شهرين هيجي اي نستعد قبل شهرين اي شهر شهرين طبعا لان هي بضاعه تجي بالسوق وتخلص اي بعد يبقى الزبون ننتظره دائما يتردد علينا. اكو ناس تتردد قبل شهر اكو ناس تتردد بنص شهر شعبان ليله النص واكو ناس لا تجي قبل بعد تدري احنا بالعراق الا ننشوي يلا نسوي الشغله. اكو ناس ممكن بعد رمضان يجون. لا لا ماكو صبح رمضان كل شيء منبيع كل شيء ماكو كل هالناس مشتريه وقاعده. والحركه اليوم حركه السوق خصوصا انه الدولار وعدم استقراره نعرف احنا هذه الامور ماشيه يعني يا اول 20 يوم اول لا المواسم عندنا ماشيه بس يبقى شنو يبقى مثلا على القوه اكو ركود يصير دام البدايه لا ما هو يصير طبعا ركود لان الناس تلتهي بالاكل اي تلتهي بالاكل تحضيرات الطعام والشغلات بعدين يلا يبدي شويه حركه بالسوق هاي معروفه يعني حتى احنا اصحاب المحلات نعتبره شلون عطله موسم عطله نطلع نشوف الاقرباء الاصدقاء القريبين لا بس نقلص ساعات العمل فقط يعني ليش ساعات يعني نفتح احنا نفتح بالايام العاديه بالعشره بالدعش بس اذا بشهر رمضان نفتح بالثنتين بالثلاثه الظهر اي ونبقى لليل بس حسب نوم شهر رمضان حلو نوم والوضعيه طبيعيه اي سبحان الله كل شيء بيه لذه شهر رمضان شهر مبارك زين يكون كل شيء بيه لذه لقاء الاحبه يكون بيه لذه الطعام يكون بلذة العبادة كلمة يا الله الصلاة هي كل شيء كل شيء سبحان الله وذلك تشوف في دعاء وداع شهر رمضان من يقرؤه الجوامع والحسينيات تشوف يصير عندك طبعا حسرة يصير عندك حسرة طبعا الإنسان يقول لي إن هذه الأيام يجوز أني الله سبحانه وتعالى ما يكتب لي الحياة بعد سنة الأخوة أصوم وأشوف هاي الأجواء وأشوف الناس شون تطلع وفرحانة بالرغم من الظروف الصعبة اللي يعيشوها يعني احنا خصوصا بالعراق هي الدول العربية عامة وخصوصا العراق وعندنا مصر مشهورة بهذا الشيء انه تتزين الشوارع وصير الضويات ونشرات وكذا لسه احنا همينا بدينا ناخذ الموضوع وبدينا هم نتعلم هاي الامور قامت تجينا الفوانيس والنشرات والأضوية والورقية بس اليوم جاي يمشي بالسوق عندك شنو؟ كله يمشي مثل؟ النشرات الورقية النشرات الضوئية الفوانيس التجهيزات المنزلية الماعون واي امور الحمد لله
اتمنى لك التوفيق. اهلا وسهلا. ان شاء الله الشهر خير وبركه. ان شاء الله علينا وعليكم. مشاهدينا الكرام، بالتالي نتمنى انه شهر فضيل وشهر ان شاء الله كريم على جميع العراقيين، خصوصا انه شهر رمضان الكريم عند العراقيين يختلف، خصوصا انه عند البغداديين، باعتبار انه الاشياء اللي موجوده ببغداد، الاماكن اللي موجوده خصوصا بالفتره الاخيره بعد فتح شارع المتنبي والعديد من الاماكن اللي تلجا لها العوائل بعد الافطار. تواصلناكم، خليكم معنا. شلون الامور؟ الحمد لله طيبه. شو اخباركم؟ الله يسلمك الله يخليك. استعدادات شهر رمضان المبارك شنو؟ عليك وعلينا اجمعين ان شاء الله وخير وسلامه ويحفظنا ويحفظ العراقيين هم جميعا. حلو. الله يسلمك. شلونكم بشهر رمضان شلون يصير قبل الفطور؟ الناس ايش تشتري؟ الناس ما شاء الله وايد عندك انواع. الله يحفظك. اي عندنا خبز شوفان وعندنا خبز بالنعناع وعندنا خبز بالزعتر. حلو. وعندنا خبز باللحم وعندنا عروق وعندنا شعير. برمضان منو يمشي اكثر؟ اكثر شيء يمشي الابيض. الابيض اي وهنا حاليا صارت اكثر شيء عندهم السكر، لان تعرف شعب العراق 3/4 سكر. 3/4 بسكر. اي 3/4 سكر والحمد لله والشكر يعني. و شغلكم شلون يصير بالعاده بشهر رمضان؟ برمضان صار لو بالايام العاديه. لا الايام العاديه اقوى. ليش؟ لان الصبح ما حد يجيك. زين. الصباح ما حد يجي. اي انت تعرف اكثر عالم بالدوام، عالم نايمه، فيصير من قبل الفطور بساعه او ساعتين العالم تطلع تهيئ فطور. ليش ساعه؟ اسواق احنا نفتح من 6 الصبح. برمضان؟ برمضان بعد القياس رمضان ما نعرفه والله. يعني اشوف بذاك رمضان بذاك رمضان بالعشره. بالعشره؟ اي شلون الامور؟ الحمد لله. ايش في صبعك؟ جويت والله. هاي يوميت تشوي؟ لا مو يوم. هذا صبعك متاكد هذا صبعك؟ شلع شلع. هاي ايش يصير شلاع؟ ايش يصير بينه؟ لا هاي ليش بالنار غير؟ شي بالنار؟ بالنار؟ اي بالنار هذا بين. ما شاء الله صابعك حتى دردير. ها؟ دردير صابعك. لا بس تتعود انا. تتعود؟ اي. كله متعود على تشريع على تعبين انت. حيل مركضينه. رئيس قادر. اي قادر؟ اسمك؟ سلام. سلام تعال ناصر. سلام انت ذا هيك مأذيهم. اي. شلون والله؟ شلون هو هذا عمل؟ والله هذا عمل. قلت على باب الله وعمل زين. سلام. تفضل. اسعار ذنيش؟ اسعار عندك ذاك 4000 شعير. شعير. ما سكر. زين. هواي عالم تاخذه. 4000؟ 4000 اي 4000. عندك الشوفان الوحده بألف. وعندنا لحم. هاي تخفض هاي. هذا لحم. هاي ب2000، هذا لحم عراقي خالص. اي لحم وبصل وكرفيس. وشحم وكل شيء بيها. حلو. اشكال ونوع بيها. اي وقت بديت تسوون؟ هاي لا صار تقريبا 4 سنين. والله ديش. اكثر من 4 سنين. حالك حالك بلحمه بعجينه هسه بس. اي زين. سلام. هاي شلون تثبت؟ ارخص من اللحمه والعجين. تعال بس تعال. انا اسال هذا شلون تثبت التنور؟ تخليها اللحم بيوقع؟ لا عندنا خبره بيها بالعجين. تبيع العجين تبيع. زين عندكم خبره بها؟ خلينا نشوف دول جعفر. تعال تفضل. سلام على ما تكمل. خلينا نشوف الموجودين. شلونك حبيبي؟ حبيب الغالي. شلون الاخبار؟ هاي التحضيرات. تعال سولف لي عليهم. تعال هذا اللي هذا شنو؟ شوفان نعناع حبه سوداء سمسم. هاي هيش رشوها على الخبزه؟ على الخبزه وخلطه. زين خلينا نشوفك والله شلون تشتغل لنا وحده تشتحها. شلون؟ شلون تشتح لنا وحده؟ يلا تستوي شوي. تستوي. شلون راح تجهز هذا من اللحم؟ مساحة كبيرة النفط. مثل هذا مساحة صغيرة. سلام مرّبها مو؟ هاي خربت. لا لا تمشي هيك؟ تمشي ممتاز ممتاز.
زين احنا ليش ما نقول انه لو حطب افضل؟ لا هو غالي يصير. لا مو غالي بس دخان يصير وما يخلينا نشتغل. اه والله يعني على الغاز افضل. اي على الغاز افضل. ممتاز. يلا شوف هذا رشدي خضره تعال. تعال سلام. هاي شوف ثاني مره طبعا ابو الموسيقى دخلنا له جو عميل. أي. اليوم سوينا لكم حتى ايضا على اللحم. الله يسلمك. الله يحفظك. ونذكر ونشكر قناتكم. شكرا جزيلا. سلام. تعالوا مشاهدينا الكرام. الله يحفظك. احنا متواصلين وياكم ما شاء الله بشهاده السلام. وين ما اروح؟ حياتنا. وين ما اروح؟ اكو رزق يصير عند اصحاب المحل. الحمد لله وشكرا. نفسيتك طيبه. الله يحفظك. الله يحفظك. تعالوا مشاهدينا الكرام بالتالي اتمنى لكم شهر مبارك. خلي يسوي لك اللحم. خلي نشوف ابو اللحم شلون يسوي. تعال. وين ابو اللحم؟ هاي اللحم؟ هاي اللحم. زين. الطحين يا نوعيه تستخدمون؟ تركي. تركي. ليش الكيس؟ كيس ب50. تعال جعفر هنا شوي، اعطينا مجال خلينا نشوف هاي. هاي ايش قد هسه؟ ايش قد خليت لها؟ ربع كيلو هاي ولا ايش قد؟ اقل من ربع. 200 غرام؟ ايه تقريبا. ها؟ تقريبا 200 غرام. زين. خلينا نشوف هاي، لو تعطيني مجال ايش قد تتحرك؟ ايه. بالعكس هاي. بالعكس تصير بنايلون؟ ايه حتى ما يجزك. زين. هاي من عرفناه ما شاء الله. شوف شو صار. هاي مال واحد يسموه خبره مو صحيح؟ هاي هيش تختلف. هاي للحم. هاي للحم وهاي للسمسم. ديش السمسم؟ اي عندنا جبين. هذا شوفان نعناع حبه سوداء سمسم. هذا زعتر. كل شيء تريد موجود. يلا بالتوفيق ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في شهر رمضان وان شاء الله نسوق منكم. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم. خليكم. شلون تحضيراتكم؟ والله مشتري شو اسمه بلوبيري؟ توت. لا احنا بالانجليزي بلوبيري. والله مو لي. والله انا ما اكل بس موز. شلون تحضيرات شهر رمضان؟ والله ان شاء الله خير. كل شيء بيد اهم شيء. الحمد لله. الحمد لله. بس اكو ناس متعففه قضيه. احنا يجوز عندنا امكانيه عندنا راتب. هاي المفروض تساعدكم. طبعا. طبعا. فيك البركه؟ ان شاء الله كل انسان بي. يعني قول. تردد عليهم؟ يعني اكو. احنا الكراده واحد يعرف الثاني يعرف العوالم المتعففه. شلون؟ الكراده اكو عوالم متعففه معروفه. زين. واكو اشخاص خيرين بالحسينيات اكو ناس معروفين لدى دول يعني واحد يساعد الثاني. الله حلوه هاي ان شاء الله. لا لا ان شاء الله. التكافل الاجتماعي. لا لا زينه هنا الحمد لله. لا الحمد لله. وتمام يعني الشبعان هنا نقول يضرب الجوعان. طبعا لا ان شاء الله خير. بس ابو المخضر ما يبيع ببلاش. المخضر ما يبيع ببلاش ويصعد الف كل شغله برمضان دايج ثقيله. شوف برمضان انت تصعد الكيلو مو تصعده ب 2000. والله حتى على الفقره. اقول لك انا لو بيدي ها كل عائله علاقه مخضر بس وين اذا هو شيء غالي. اي لا من بيدي كله غالي. مال بيدي عذر. لا لا عذر مال بيدي. خليها بيدي. مال بيدي خليها بيدي. خليها بيدي. الاسعار صعدت؟ اي والله شويه صعود هسه على رمضان. شو وقت بدا هذا الارتفاع؟ هي تنزل لها يوم يومين وتصعد ما تبقى مستمره يعني دائمين. شنو يصعد بالعاده المستورد المحلي؟ اثنينات سوا. هي اذا احنا زراعه السنه ما عندنا قويه. السنه ما عندنا زراعه؟ ما عندنا زراعه قويه لانه من وراء المي. والسنه السابقه هم نفس الشيء؟ كان اكو زراعه، دعم ماكو للفلاح، فاحتياجي الاسعار كلها تصعد. زين. لان الفلاح قام بعد ما يزرع يقول لك ما يصرف لي شيء، ما يصرف لي مواد غاليه. هسه اليوم الطماطم بيش؟ الطماطم اليوم بلف. والخيار؟ خيار الف. بيش كان البارحه؟ نفس الاسعار، يعني دا يصعد على البقال سعره، يعني هسه بالعلوه الخيار ب 900 950، البقال من يبيعه ب 1000 ما في فايده. هو والطماطم. ها؟ هناك جاي يجيبها ب 900. اي ما في فايده، يعني خساره، بس مضطر تبيعه لانه شلون تقول راس حاجه. بس انت يعني بشهر رمضان يمكن ابو المخضر وابو اللحم سوقهم ماشي. لا ما مو شهر بس اول بدايه. والله اول بدايته. بعدين تشتغل 15 يوم ملابس. انت ابو المخضر تشتغل؟ اي. هسه يلا وياك.
تعال روح. شلونك؟ حلو فيك. تحسن مو بعض الازياء عيونك خبر. والله. والله العظيم. لا انت احلى من عندي. انا احلى منك. اي والله. يا الهي يا بالعكس انت احلى مني. شنو اللي جاي يواجهك؟ واجهنا بس بالبدايه صعود وبعدين ينزل سوق يتعب. قلت اولك 15 يوم اولك 15 يوم شغل لا ما في شغل. لا يصير على الملابس العالم تروح على الملابس. لا حجي. اي ما يصير شغل. ما يصير شغل. بعد ال 15 يوم الاولى. اي ما يصير شغل. شغل على الملابس. انتم بالبدايه انتم. اي احنا اول 10 ايام وبعدين تنتهي. العالم والله تحضر ملابسها تحضر الدولة جهالها. حسب الملابس يقول ياخذون بس شكل العالم. وين اكو؟ انت تقول لازم يشتروا ملابس هسه بشرفك انت من عيد العيد ما تشتري ملابس انت متزوج؟ انا لا انا يوم اشتري ملابس اي خير من الله الله رزقك زين انا كل خمس سنوات خمس سنوات اي لا شدنا بقال وخير من الله ولا مو بقال خير من الله واكو واهس ولا اكو واهس مثل قبل واهس هذا وين شنو الشاب اي هسه ليش كبير انت؟ شنو عمرك؟ عمري 60 بعدك شباب ترى والله الله يوفقك والله بعدك شباب بس تكبر روحك لا والله بالدليل شعرك بعده ما واقع انا هاي من هناك له واقع وين انت؟ هاي الشعر من هناك انت قارب قدي؟ قارب قدي؟ اي ليش تو اللي يقرا واقع شعرك؟ اللي تعب قدي احنا تعبانين من زمان حجي باوع انت اكو شيء بداخلك وبقلبك مثل يطلع اي طلع شنو تعبك؟ حاكي تعب عمي قبيل خير من الله يعني بس تعب يعني تركض كلها شغل 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 اي مو صحيح هسه انت لا عسكريه وراك شنو لا هاي وراك بنشوفك بعد منشنش هسه انا منشنش اي لا يا الهي مو صحيح يا الهي انا منشنش طنواز بالحياه بعد ان شاء الله من اوصل اصير منشنش مثلك اي ان شاء الله يلا اتمنى لك رمضان كريم حبيبي هلا بيك ان شاء الله يا ربي شهر مبارك ان شاء الله وعلى عوائلكم على الفقره وعلى العراق كله هاي الخضرة حلوة الله أكل بالعافية لا مسوي رجيم الله هو ما رجيم نعم مشاهدي الكرام تواصلني معكم من شارع الكرادة ومثل ما شفنا يعني انه اليوم اكو نوع من الحيرة عند البقال يقول لا ابو الملابس يشتغل ابو الملابس يقول لا اهل المواد الغذائية يشتغلون فبالتالي احنا نتمنى الكل يشتغل خصوصا انه رمضان خير وبركة مو صحيح؟ صحيح رمضان شنو؟ خير وبركه رمضان خير وبركه متواصلين وياكم بالخير والبركه خليكم الله يسمع من حي ليش متشان السلام عليكم اول شيء الله يبارك فيك ليش متشان والاجواء ما مقتنع بها بالعكس احنا مو ما مقتنعين بس هو هذا واقع حال شنو واقع حال واقع حال العالم ما عندها وراح يجيهم رمضان الله يكون بعونهم يعني الفقير شو يجي يسوي؟ فقير اكو ناس خيره ان شاء الله ما تقصر يوم مباشر عقبه وبعدين ثلاث ايام واربع ايام هم العالم متمل يعني مو دائميه ثاني انا اقول والحل؟ اي والحل خلي الله يباوع بينا الحكومه تباوع بينا احنا عايزين الشعب عايز مثلا الوطن عايز الوطن ما عايز نعم. صح ما عايز بس وينه؟ خيرات الوطن خيرات الوطن وينه؟ عاوز عقول كل شيء ابويا كل شيء ناس تشتغل تخدم وتقدم والناس ما شاء الله واعيه ومثقفه وايرادات اكو خير من الله اكو شباب عندنا ما شاء الله خريجين وكل شيء كلهم خطيه كلهم قاعدين والله كلهم قاعدين صحيح دي هذا اللي يشتغل شايشي هذا يشتغل عمال هذا يشتغل ياكل ذره زين اللي ياكل ذره زين قابل عدنا كل مندي وان شاء الله رمضان كريم على كل العراقيين على بلدنا انت شلون قبص شهر رمضان بالعاده والله اني بصراحه يعني هاي شغل لا يعني الصبح وين الظهر وين يعني والله يا اخوي اني اول شيء اني رجال من الطائفه المسيحيه نتشرف اي يرحم والديك بس يعني هم عندنا يعني اكيد نشارك يعني نعزم جوارينا نعزم اصدقائنا اصدقائنا وجوارينا يعزمونا نفس الشيء يعني هاي ماكو تبادل اسري يسمون نتبادل به بعد الفطور الاجواء حلوه اكيد اكيد برامج هاي هنا يلعبون محبس بهاي المنطقه يجون يلعبون شباب اكو شباب يلعبون محبس إيه. لا صدق ما عندي وهس مالهم اي ليه ما عندك وهس احنا نلعب طاولي نلعب دومنا اي قوه بالطاوله مو لا بالدومنا اكثر شيء بالدومنا اي اي صح تربط بسرعه اكيد طبعا لو علي لو لي لو علي لو لك لو علي أكيد. إن شاء الله الله كريم شلونك عمو شلون الاخبار الله تبي من قول خلي شي بس ولا اختار كل شيء لاعوب طاوله هذا جوته كارثه بالدومنا ما حد شلون ان شاء الله رمضان
ان شاء الله هي بدت اجواء مبينه حلو، لان البارحه تقريبا الساعه بالوحدة العالم بعدها بالليل. اي واضح له شيء يمكن بالشهر اكيد العالم تطلع الاثنتين الثلاثه الاربعه، فهي اجواء رمضانيه يعني تبقى الاجواء ما لها شغله يعني زين. اتهم بالعكس ترى الفقير يتونس بهيك ايام لان العالم كلها تندار عليه. الدق بابه هذا اللي يعطي شوربه هذا اللي يعطي هلا الله قاسمه. وما شاء الله ناسنا طيبين طبعا، هذا الشهر اكو تكافل اجتماعي ما تنقطع ربك موجود. والحصه هم زينه، العالم دا تاكل من عندها ودا تشرب. زيدوهم الحصه هاي زيدوهم وما يهمهم الحصه خلونهم ايش راح يسوي لهم، بس العالم قلت لك اكو ناس يعني الحمد لله وشكرا اكو ناس طيبه اللي هي تدق الباب وتعطيك الصينيه وتعطيك الهاي. يعني ما يصير انت يمك واحد فقير تنسى فعلا. الله موجود وانت فعلا. هم من يمك ربك يم يشوف حالك والحمد لله والشكر. الاجواء ان شاء الله تروح على خير والشهر يقضي خير من الكريم الحمد لله والشكر ما شاء الله خير من الله. بعد الفطور ايش تلعب؟ دومنا لو طاوله؟ والله هنا نطقطق شويه دومنا. يلا بالتوفيق حبيبي تاج راسي. شلونك حبيبي؟ هلا شو اخبارك؟ كل الهلا. الله شوف الهلا مال واحد مستفتح المليار اليوم. لا ها مو عيب الاستفتاح 200,000 خير من الله. شايفين اللاعب يا اللي استفتح 200,000 والله اكثر واحد بلف دينار. ما اقول لك قالوا بايع بمليونين. اي ليش مو بايع؟ بثلاث ملايين من حقك غير رزقي. بعد فرصه جاي رمضان وواحد ناموا النومه 15 يوم 20 يوم ما تبيعون. لا انا وين 15 يوم رمضان كله ما راح نبيع. رمضان كله لان العالم قامت تشتري. تبيع رياضي يعني حتى لا لا اشتغل رزق على الله عاد ما حد يموت من الجوع. وبدا يسوي هاي سوالفه ورزق على الله. ايه. لا بس انت يعني وضعيتك راح تصير. ليش؟ انا اخذها منك. ليش غرتني؟ لا سوى ال 20 يوم خلاص ما تشتغل. لا لا خير من رزق وداعتك. زين حج هذا احنا بالصيف نشتغل ليش؟ قل لي ليش؟ قطعه السيلك تعرق 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 يشتري غصبا مو على على راسه. زين الموسم ايه؟ بالعيد ودائما يكون يعني موسم الملابس بيان. والله على هالوضع غير ماكو موسم. كم موسم صار؟ ثلاث مواسم انضربه. ليش؟ هسه هذا ما شتاء نص الشتاء انضرب قبل مال الصيف انضرب وهذا الصيف انضرب هذا نص مو نص الموسم مال الشتاء وصعد الدولار انضرب كل شيء. هو خسرنا الموسم بدايته خسر بعد. زين وهاي الحاله شلون تعود؟ هاي الحاله ساماتين اذا نزل الدولار هنخسر واذا صعد هنخسر. اشتردون لحد ما يستقر. اشتردون يستقر؟ ايه يستقر يستقر يكون تمام يعني. حتى لو ب 200 المهم يستقر. المهم يستقر لان صعود نزول ياذيك. شويه الدولار يكون يستقر يستكن يكون الدولار راد شويه الدولار شوياك شويه يستقر. اي والله العظيم تعبنا الحجي هذا اللي قاعد بيه. زين اسال سؤال. سؤال رجالاتكم هنا والله حجي يما الله كلها ربك يسهل اوداعتك. والله ما صار لك بالملابس؟ انا صار لي من عمري 6 سنوات اشتغل بالملابس. اي والله يعني باب المراكش تبيع تراكسود بلف تراكسود بلف هناك بالقمي. اي شو وقت فتحتها؟ هسه فتحت محل قبل 5 سنوات الله رزقني جبت ابو بسطيه. ان شاء الله يصير عندك مول في دول قلبك. يعني مول المنصور مثلا جمال مول وين من يعني مثلا مول المنصور لو ماكسيمول لو هاي لا اقول لك الا اقول لك الا ابوك يلا صير. لا ان شاء الله بالحلال ربك ربك وداعتك انت ما كنت تتوقع انه يصير عندك محل. الحمد لله اشكر رب العالمين. صح لا مو صح؟ الحمد لله اشكر ان شاء الله مول يعني ايش خسران ما دافع فلوس جاي ادعي لك. انا اشوفك تنزيل هسه بدايه الحلقه تشوفها يا محل تقول لي يشتغل في دول عمرك بس انت زعلان تشوف صارت شوله محطه بني. انت وياه؟ انا وياه. ايش عجب؟ ليش؟ هذا بالمحل؟ هذا الملاج؟ شلون تقدر ياك محل؟ ماكو مشكله اثنيناتنا واحد. هاي مال اثنيناتنا واحد والله العظيم. اليوم افتح الدخل. شنو؟ وين الدخل؟ المفتاح ما زال عندنا انتهى الموضوع بعد. شنو يعني؟ هاي قدام الناس احنا اخوان وحبايب ماكو فرق ان شاء الله. شلون تقول وجهه مو مال موظف؟ انت وجهك مال ايش؟ لازم الا طفوا الجو اذا مو ضحكه حلوه سالفه حلوه ما ادري. شلون قهوتك مو مال موظف؟ شو ترد عليك؟ ابو يعقوب هذا شيء خليه يحكي. هاي الخوه حلوه. هاي الخوه حلوه. ان شاء الله تستمر. بدي اروح لك. ذهب. وهذا الموسم ايش قد متوقعين تبيعون؟ منو؟ والله كلها بيد الله حجي. رزق على اليوم نبيع 100 يوم 10 ملايين. ما تسوي هسه وصلت بضاعه عندي هسه هاي استوى 1 2 3. هاي مال الموسم نقول؟ لا بعد جايتنا بضاعه باكر ان شاء الله وعقب باكر جايتنا بضاعه واشبعك شيفون. اشبعك بضاعه. هذا الموسم يوم يفتح 10 موديلات. هذا الموسم اذا خلصناه ان شاء الله والسوق استعد ندور لنا قطعه بالمنصور.
اي ما بيها شيء شوفوا بيها. علي من جد نشتغل. لا خلينا نسولف. لا والله خلي نسولف. دورنا على قطعه بالمصور. تجي كلاس جت لو بعد. ها؟ تجي كلاس. لا تجي كلاس تعرف شلون كنت تجي؟ هسه راح يتفلسف ويراد مو. ماني جاي اسولف لك على قطعه واحكي لك انت على كيف. قطعه مقدوعه. وين قطعه؟ هي قطعه. هي قطعه. قلبت لي على تجي كلاس، شو اسوي بتجي كلاس؟ بيت ورمي ما واقعد بيه واتزوج واكمل جي كلاس اظل افرفر بيها بالشارع تايرات اربعه. احنا نتمنى لكم التوفيق. فدوه لعمرك حبيبي. ان شاء الله يا ربي موسم خير عليك. فدوه لقلبك. فدوه لعمرك. نعم مشاهدينا الكرام نتمنى انه شهر كريم ورمضان كريم على جميع العراقيين باعتبار انه هذا الشهر مميز عند ناسنا اللي موجودين، التكافل الاجتماعي يكون دائما موجود عند ناسنا اللي العراقيين. أصحاب الغيرة الشهامة أنهم ينسون الفقير، ويا رب إن شاء الله يعم الأمن والأمان على هذا البلد والكل يأخذ حقه من هذا الوطن. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل.